السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم أعزائي المتابعين. وصفتنا اليوم كثير لذيذة وصحية وشتوية، من الأطباق المفضلة وخاصة في شهر رمضان المبارك. راح نساوي شوربة الخضار. تابعوا الفيديو نشوف الطريقة ونستعرض المكونات مع بعض، ونبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البداية نحكي عن المكونات. نحتاج إلى حبة من الباذنجان والكوسة والبطاطا والجزر، ونصف حبة من البصل، حبات من الثوم، نصف حبة من الفلفل الأخضر والفلفل الأحمر، وقليل من البقدونس. نبدأ بغسيل الخضار بشكل جيد. ننقع البقدونس بقليل من الماء والملح. راح أقطع الخضار على شكل مكعبات متوسطة، ونبدأ بطهي الشوربة أو الخضار. راح أرفع طنجرة على نار متوسطة. في البداية راح أضيف 3 كاسات من الماء الساخن مع قليل من الملح والبهارات الخشنة من القرفة والقرنفل والبهار الأسود. من يغلي عندي المي غلوة غلوتين راح أضيف الخضار. راح أضيف الخضار ما عدا البطاطا، لأن البطاطا راح تستوي بسرعة وتنهرس. وممكن إضافة نصف ملعقة من الزعفران. الزعفران يعطي لون وطعم كثير لذيذ للشوربة. وتغلي الخضار غلوتين، راح أضيف حبات البطاطا. إضافة الماء للشوربة بالتدريج. من تلاحظوا أن الماء نقص معكم، ممكن تزيدوا كوب أو كوبين من الماء الساخن. وهي عندي تشكلت رغوة من القرفة. نترك الخضار على النار حتى تنضج تماما. أخذت مني تقريبا نصف ساعة على النار. ممكن إضافة ملعقتين من الطحين أو ملعقتين من النشا حتى تتماسك شوربة الخضار، ولكن أنا فضلت أضيف 3 ملاعق من الشعرية. تعطي طعم لذيذ وقوام كثير كثير ناعم للشوربة. وهاي عندي شوربة سمكت معانا ثخنت، راح أضيف لها كوب من الماء الساخن. راح أضيف قليل من البقدونس. أخفف النار. أخذت مني الشوربة تقريبا 5 أكواب من الماء. راح أطفي النار. ممكن نتناول الشوربة بهذا القوام، وممكن نهرسها بالمكسر. إذا ما أنا متوفر عندكم المكسر منكم، ممكن تهرسوه بالخلاط اليدوي أو خلاط الفواكه. وبعد ما ننتهي من هرس الخضار وتعطينا قوام ناعم، راح أرجعها على الغاز وأتركها تغلي مدة 5 دقائق. وهاي عندي قوام الشوربة. الشوربة ريحتها شهية والطعم كثير لذيذ. وصفة كثير صحية ولذيذة، أنصحكم تجربوها وتعطون رأيكم. وهاي الشوربة الخضار الشهية جاهزة. أتمنى تعجبكم، وصحة وألف عافية. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك للفيديو، واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد من سفرة آي. أشكركم كثير على حسن المتابعة والمشاهدة. تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.